هنتكلم على بعض الصفات البسيطة اللي موجودة اللي حضراتكم طبعا أنا عارف، وهتقول لي بقى إن هو موتاه والجنائزية وبيعمل محكمة الغربان والكلام من ده. لا أنا أقول لك حاجات في الغراب حضرتك ما تعرفهاش. الغراب على فكرة لو أنت ربيته، وطبعا إحنا ما بنربهوش لأن إحنا ما بنحبوش، ما حدش بيحبه يعني، على فكرة يتحدث أحسن من البغبغان. يعني أنت جبته عندك وعلمته الكلام يتكلم أحسن من البغبغان، لأن عنده الفورم برين بتاعته متطورة جدا أكتر من البغبغان. يعني لو جبته حضرتك طبعا ما حدش هيجيب غراب يربيه، أنت مجرد إنك بتشوفه معلش أو بتسمع صوته بتتشائم أنت ربطه بالموت، بالرغم إن ما حدش هيتشائم، ما كلنا هنموت يعني. لا لا، في أنواع جميلة شكلها أبيض جميلة قوي، لا بجد في أنواع منه بيضة. فهو يعرف يتكلم لو أنت جربته وجبته عندك وعلمته الكلام زي ما بتعلم البغبغان، يعرف يتكلم ويقعد يتكلم عادي جدا. ده حاجة. البغبغان يعرف يعد من 1 لـ9، يعرف يعد زي كده. على فكرة احنا الاعداد عندنا بعد استبعاد 0 1 لـ9، اما الباقي كله مركب، يعني 11 12 13 دي كلها اعداد مركبة، لكن الاعداد الفعلية من 0 لـ9، وهو بيعد من 1 لـ9، يعني هذا رول 1 2 3 4 5 6 9 ويعرف يميزهم. مين اللي قال المعلومة دي؟ دي ودي الغرب. طب عرفوا ازاي يعرف يعد من 1 لـ9؟ ما ده بقى عشان بس نقول ليه الغراب اختير لأهم مهمة على وجه الكرة البشرية، انك تداري هذه الجسد البشرية وترجعها كما كانت. دي مهمة، نقطة مهمة جدا. اي حاجة تانية ممكن مقدور عليها، لانك انت ساعات بتتحرك وتقدر تواري سوقتك وتقدر وتاكل ما فيش مشكلة، لكن بعد ما خلاص هنسيبك؟ لا طبعا. فدي مهمة سامية جدا وثوابها عظيم لو حضراتكم عارفين. من صلى على جنازه ومن اتبع اشوف بقى جبل احد بقى قد ايه، وحضرتك بس تصلي وتاكل، فقضيه حساسه جدا. ده اللي كان شايل هذه الرساله الغراب، اللي جاي يعلم البني ادم ازاي تواري، ده الغراب. تمام. فايه الغراب ده بنتكلم عليه اللي حضرتك تقول شكله لا 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 خالص يعني، فيقدر يعد من 1 لـ9. طب عرفوا ازاي يعرف يعد 1 لـ9؟ ده على فكره العلماء الغرب اللي بيقولوا، انا مش عايز اقول اسم العالم ايه والتجارب، الغراب دايما بيحب يخش الاماكن اللي فيها الارانب عشان ياكل البقايا بتاعه الديدان والحاجات اللي هي بتاعه اللي بتبقى ايه في الفرو بتاعها. فجابوا مكان وسابوا فيه 9 ارانب، هو واقف على الشجر واقف يعد 1 2 لغايه ما 9 يخرجوا يقوم نازل. لو 8 خرجوا 1 جوه ما ينزلش، قالوا يمكن صدفه، قعدوا قرروها 10 مرات، لقوا انه ما بينزلش ويخش العش جحر الارانب الا لما 9 يخرجوا، فعرفوا انه بيعد من 1 لـ9، ان هو عنده قدره العد. تمام. فيعني ادي المواصفات بتاعته. الغربان على فكره منتشره في جميع القرى الارضيه ما عدا المنطقه القطبيه الجنوبيه، ودي المنطقه اللي ما بيعيش فيها الانسان. حتى المنطقه القطبيه الشماليه لا سيروغرا فيها بني ادمين فتلاقي فيها غربان، الا المنطقه الوحيده اللي هي ما فيهاش بني ادمين اساسا، فهو يتواجد اينما وجد الانسان. الشيء الجميل بقى الغراب على فكرة يعرف يميش وشك، مش يعرف اسمك بس يعرف يشوفك خلاص، ويقدر يميز اللي بيكويس معاه والوحش معاه. يعني يقدر يميز لو انت عايز انت كويس معاه وبتديله اكل، ولا انت ناوي تصطاده، ولا تعمل فيه حاجة، ولا تضره. غير كده اللي بيضره ما بيسيبوش، بيحاول ينتقم منه، يروح يكسر له بقى شباك الازاز بتاعته، يستنى حاجه يخبطه في دماغه، يخلي ماشي يديله على قفاه بجناحه ويجري. نفس تصرفات البني ادمين بالظبط. خد بالك يعني، خد بالك لا لسه اصبر عليا. لا هو مش حرامي، لا لا هو مش حرامي، اسمع هو مش حرامي. هو من طبيعه الغراب زي البني ادمين بيحب الفضه ويحب الذهب ويحب الحاجات اللامعه، بيحبها. لما تخش العش بتاعته تلاقيها من الحاجات دي وحاططها ومش هيروح يبيعها، فهو واخدها عشان يرضي نزوه جواه، هو بيحب الذهب. وعشان كده اقول لك الغراب خد الغويشه، هو مش خايدها راح يلبسها، هو بيحبها. زي الستات تحب تعمل ايه؟ المساغ. هي هتاكلها؟ لا، لكن هي بتدي يعني بترضي غرور نفسي جواها كانثى، هي بتحب كده، تحب بقى مش عارف ايه كده 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 كده. ده بيعمل ايه؟ ايموشنال
حاجة كده شاعرية هي بتحبها، لكن هي لا تقولها ولا تشربها ولا تبلعها، دايما بيحب الحاجات المبهرة. فالقضية هتبص تلاقي زي ما الأخ بيقول حرامي، لا مش حرامي، هو بيشبع رغبة جواه ان هو بيحب دايما. يعني على فكرة لما ينزل يدور على الحاجات اللي بتلمع، هو مش عارف على فكرة ان ذهب ولا فضة، بس حاجات بتلمع شكلها حلو ياخدها. يعني لو لقى مثلا كازوزة، عارفين كازوزة بتاعت البيبسي بتاع زمان دي اللي بتتحط بتاعت الازاز قبل ما يلغوا الازاز، لو لقى شكلها حلو ياخدها ويروح يحطها في العش بتاعته. هو بيحب الايه؟ المنظرة، يعني بيحب يروق العشة بتاعته. وهو على فكرة الغراب لما بيشوف غراب او غرابة ماتت بيعرف ان هيجي من وراها ضرر. يعني ايه ضرر؟ يعني هتعفن وهتعمل لنا مشكلة، فيصرخ. هو مش بيصوت، ده بيصدر علامات تحذيرية، شيلوا ده لو فضل عندنا ريحته هتطلع والامراض هتنتشر، الحقوا شلوه، يلا ندفنه. خد بالك، هو ده قصته. الغراب اول طائر يعمل حجر صحي. احنا دلوقتي بنعمل حجر صحي، اول طائر يعمل حجر صحي. يعني بيجي مثلا الطائر اللي هو على فكره اللي انا بقول لك ماليش دعوه بقى هنا ان هو نزل ورسول من عند ربنا سبحانه عشان لا خالص، السلوكيات اللي انا بقولها لك دي سلوكيات علميه. الغراب في حد ذاته لو هم الغراب من طبيعته بيحب يعيش في جروب، في مجموعات، يعني يبقى كده ولاد العم ولاد الخالة وكل واحد معاه مراته وبتاعه. وبعد فكرة متجوز واحدة بس برضه، متجوز أكتر من كده. فلو لقى واحد في كده تعبان يقول لك لا ده بره، اعزله في حتة ما يقعدش في وسطينا عشان ما يتصابش، فهو عنده عملية العزل. تمام. الغراب ما يرضاش بالزنا. يعني مثلا غراب ذكر راح لغرابة أنثى مرات واحد تاني، حاول يعتدي عليها أو اعتدى عليها، يجيبوه ويطبقوا بقى. طب هو زنا فعلا رجم، بس مش رجم بالطوب، دي حقيقة على فكرة. الكلام اللي بقوله لكم ده في كتب علمية باللغة الإنجليزية والفرنسية، يعني مش هقول لك مثلا لا، زي ما بيقولوا كده. حتى في رواية اسمها محكمة الغربان، دي رواية انجليزية اسمها كده محكمة الغربان، بس نفس سلوك البني آدمين بالظبط. طب لو سرق، هو بيسرق برضو على فكرة. تمام. يعني راح العش اللي جنبه وخد أكل زميله، هنا سرقة مش الذهب والبتاع، سرقة، يجيبوه ويبتدوا يتكلموا معاه، وانت عملت على فكرة بيحكموه. يعني ايه بيحكموه؟ يعني بيسمعوه، انت عملت كده ليه؟ خد بالك، مش بينزلوا عليه طخ طخ طخ، لا، يعني بيقعدوا محكمة. يعني ايه محكمة؟ يعني في ادلة اتهام وفي حد بيدافع وفي حد لغاية ما تثبت عليه الجريمة فيبتدوا يتعاملوا معاه. يعني معنى ذلك ان هو ايه؟ سلوكه شبيهة تماما لسلوك مين؟ الانسان.